جميعنا نشعر بالخمول والكسل من فترة لأخرى، ولكن ماذا يميز الكسل المزمن أو المستمر؟ فما هي أسباب الخمول في الجسم؟ يتصور البعض أن الخمول هو صفة شخصية متعلقة بكسل الشخص، ولا يعلم أنه قد يحدث بسبب مشكلة صحية أو نفسية تصيب الفرد وتجعله قليل الحركة وغير قادر على التحرك بشكل طبيعي يومياً. فما أسباب الخمول في الجسم؟ جميع المعلومات في الفيديو. التي أسباب الخمول. في حال كان الخمول نتيجة مشكلة صحية أو نفسية، فتكون أسباب الخمول كالآتي: الإصابة بمشاكل في القلب أو التنفس، مثل ضعف عضلة القلب أو الضيق في صمامات القلب، وكذلك ارتفاع الضغط الرئوي وحدوث تليف في الرئة. Break time 0.5. الإصابة بالتهابات مختلفة، مثل التهابات الكلى أو الكبد أو المثانة، أو الإصابة بالإنفلونزا التي تؤدي إلى تعب عام في الجسم. نقص الفيتامينات في الجسم، وأهمها فيتامين B1 أو فيتامين B2 أو فيتامين B6 أو فيتامين B12، والإصابة بالأنيميا، فكلها أمور تؤدي إلى الخمول. الإصابة بالتوتر والمشاكل النفسية من أبرز أسباب الخمول، حيث أن كثرة الضغوط النفسية والتفكير يسبب ضغطاً على الدماغ، مما يؤثر على كافة أعضاء الجسم ويجعل المصاب يشعر بالكسل. عدم الحصول على الغذاء المثالي، فعندما لا يتناول الشخص غذاء متكاملاً وغنياً بكل العناصر الأساسية للطاقة والنشاط، فإنه حتماً سيصاب بالخمول. أعراض الخمول. بعد معرفة أسباب الخمول، هناك بعض الأعراض التي يشعر بها الشخص في حالة إصابته بالخمول، والتي تتضمن عادة الآتي: الشعور بالإجهاد والإرهاق، أي الشعور بالضعف العام بكل أجزاء الجسم، أصفرار البشرة وظهور ملامح التعب على الوجه مع وجود السواد أسفل العين، تعرق الجسم باستمرار حتى مع بذل مجهود أو نشاط جسدي بسيط، إدمان النوم، حيث أن الشخص المصاب بالخمول المرضي يميل إلى النوم لفترات طويلة والاستمرار بالشعور بالتعب حتى بعد الاستيقاظ، الحالة النفسية السيئة، فكلما شعر الشخص بأنه كسول ولا يستطيع الحركة، كلما ساءت حالته النفسية، ويفضل الابتعاد عن الاحتكاك بالأشخاص أو تحقيق الإنجازات في الحياة. كيفية علاج الخمول. بعد معرفة أسباب الخمول، في حالة وجود سبب مرضي للخمول، فينصح عندها بزيارة الطبيب لعلاج المشكلة. ومع هذا، يمكن للشخص أن يساعد نفسه في تقليل الشعور بالخمول من خلال القيام ببعض الأمور: التخلص من التوتر والضغوط، فكثرة التفكير يمكن أن يؤثر على طاقة الجسم وحيويته، وتساعد رياضة اليوغا في القضاء على التوتر، وكذلك تدليك الجسم والاسترخاء. تناول الغذاء الصحي المتكامل، أي عدم التخلي عن أي وجبة أو أي عنصر أساسي من العناصر الغذائية، وخاصة الخضروات والفاكهة، وفي المقابل تجنب الأطعمة الدسمة والسكريات التي تؤدي للخمول. شرب كميات كافية من الماء، والتي تساعد في عدم الإصابة بالجفاف الذي يسبب الخمول، فينصح بشرب 8 أكواب ماء يومياً. أخذ القسط الكافي من الراحة والنوم، حيث أن النوم غير المنتظم وقلة عدد ساعات النوم اليومية يسبب الشعور بالنعاس الدائم والكسل. ممارسة الرياضة والانتظام عليها بشكل يومي لضمان حفاظ الجسم على نشاطه وقوته اللازمة لأداء المهام اليومية المختلفة. الاستحمام بالماء البارد، فهذا يساعد بصورة كبيرة في تنشيط الجسم والأوعية الدموية، وتجنب الاستحمام بالماء الساخن. الحفاظ على الوزن، فزيادة الوزن من أبرز العوامل التي تؤدي إلى الخمول وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة المختلفة. وفي حالة وجود دهون زائدة في الجسم، فينصح باتباع حمية غذائية للتخلص من الدهون الزائدة هذه.